67 هزيمة عسكرية لجيش لم يحارب الجيش طبعا. المصري لم يأخذ فرصته طبعا. في الحرب لأخطاء سياسية فادحة، فحصل احتلال سيناء تمام. في الحالة دي أصبحت مدن القناة هي الخط الأول تمام. حصل أنه في تهجير أيوة. وفي ناس بقيت نسبة من أبناء مدن القناة فضلوا وجزء تاني اتهجر تمام. دور السمسمية في هذه المرحلة ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه يعني السويس واسماعيلية وبورسعيد الثلاثة كل المدنيين اتهجروا ما عدا فئات بسيطة اللي هي لا يمكن الاستغناء عنها في المدينة. كانوا يعني يسموها مستبقى. مستبقي مستبقي المستبقي ده مثلا بتاع البنزينة وبتاع الفرن وبتاع اللي بيخبز العيش، العمال لبعض عمال المينا، يعني عدد بسيط يعني. فكل فرقة من دول، السويس كان فيها كابتن غزالي رحمة الله عليه عمل ولاد الأرض أيوة. وفي إسماعيلية حافظ الصادق عمل حاجة اسمها الصامدين أيوة. وفي بورسعيد كامل عيد كان مستبقي عمل فرقة شباب النصر. جميل. من العمال ومن الناس الباعة الجائلين اللي كانوا مستبقيين أو حتى المبيضين أو البنيين أو إلى آخره. أنا أقدر أقول إن أي حد، معلش خليني أقول الملحوظة دي، أقدر أقول إن أي حد من أبناء مدن القناة سهل أوي إنه يبقى جزء من تراث من حدوتة السمسمية.